خلينا نبتدي مع بعض على طول الأخبار، ونبتدي بأول أخبارنا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس بمطار القاهرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية اللي وصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين. ومن المقرر أن الزيارة تتضمن عقد مباحثات ثنائية عن مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح مايكل ويرث رئيس شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول. وأكد سيادته دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصة أن لها خبرات عريقة في مجالات صناعة البترول والغاز عالميا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مايكل ويرث رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار مسؤولي الشركة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة السيد الرئيس، وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر، مؤكدا حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء ما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية. مصر استضافت الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك، وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع القبرصي تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكمان عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاء آخر مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاس بانايوتوبولس، واللقاء تناول والاستعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط. استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية، حيث تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث. وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاءً ثنائياً مع السيد خارلامبوس بتريديس وزير الدفاع القبرصي. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كما عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاء ثنائيا مع السيد نيكولاوس بانايوتوبلوس وزير الدفاع اليوناني. تناول اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. أعقب ذلك بدء فعاليات الاجتماع الثلاثي بكلمة افتتاحية للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط،
مشيدا بالتعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية اليونانية خلال الآونة الأخيرة، بما يدعم توحيد المفاهيم تجاه كافة القضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث. وأكد وزير الدفاع القبرصي خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون، ولا سيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما. فيما أشار وزير الدفاع اليوناني إلى أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تعزيز المصالح المشتركة، كما أعرب عن تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. وفي ختام جلسات المباحثات وفعاليات الاجتماع، تم توقيع بيان مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط. وعلى هامش الاجتماع تم تنظيم مؤتمر صحفي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان، وذلك في إطار عرض نتائج الاجتماع وجلسات المباحثات التي تهدف إلى دعم علاقات التعاون العسكري بما يلبي المصالح المشتركة للدول الثلاث. وقد تضمنت فعاليات المؤتمر استعراض كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد خارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي، والسيد نيكولاوس بنايوتوبلوس وزير الدفاع اليوناني للجهود المبذولة بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط، فضلا على تتويج التنسيق العسكري المصري القبرصي اليوناني المشترك بأقصى درجات التفاهم الذي أدى إلى توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي. امبارح كمان كان في مجموعة مهمة من الأخبار زي افتتاح الدورة السابعة لملتقى بنات مصر، وكانت بحضور دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكمان ترأس دكتور مدبولي الاجتماع الثاني للجنة العليا للأداء الاقتصادي وتابع موقف توريد القمح وتوفير السلع الاستراتيجية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. ده كمان غير إصدار قرار بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري. تعالوا نتابع التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى بنات مصر اللي أقيم تحت عنوان فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية. رئيس الوزراء قال إن التجربة التنموية خلال السنوات اللي فاتت وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات، وقال كمان زي ما مصر سندت أشقائها قبل كده في جهود التحرر، دلوقتي بتقف بجوارهم في جهودهم التنموية المختلفة. امبارح رئيس الوزراء عمل اجتماع استعرض فيه تصور البرنامج المتكامل للطروحات الحكومية، وقال رئيس الوزراء إن التحديث ده عملته وزارة المالية وفقاً للتكليفات المكلة ليها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. امبارح برضه ترأس الدكتور مدبولي الاجتماع الثاني للجنة العليا للأداء الاقتصادي، واللي تم خلاله متابعة تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية وتحديد مجموعة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمستشفيات تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص. كمان صدرت تكليفات بإعداد كتيب وخرائط للفرص الاستثمارية عشان يتولى الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار الترويج لها. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي ترأس أيضاً اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة زي موقف توريد القمح ومدى توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين، وكمان الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك. ووجه رئيس الوزراء برفع حالة الطوارئ في المحافظات الساحلية مع قرب عيد الأضحى وأجازات الصيف وتشكيل غرفة عمليات بكل محافظة. من الأخبار المهمة أيضاً أصدر رئيس الوزراء قرار بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري. القرار بينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين. و
دلوقتي معادنا مع جولة المحافظات، وامبارح حصل أحداث كتير في المحافظات، منها توقيع عقوبات مالية على مستأجري 7 شواطئ في الإسكندرية عشان فرضوا فلوس زيادة على أسعار تذاكر الدخول، وكمان جامعة بني سويف احتلت المركز الأول على مستوى الجمهورية في برامج محو الأمية، وكمان افتتاح معرض للسلع الغذائية في السويس، وأخبار تانية من الأقصر والغربية. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوقيع أقصى عقوبة على مستأجري 7 شواطئ علشان خلفوا شروط الأمن والسلامة، وكمان فرضوا فلوس زيادة على أسعار تذاكر الدخول. امبارح أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية 26,000 مواطن في دورة إبريل اللي فات، وده وفقاً للتقرير المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار. كمان في السويس تم امبارح افتتاح معرض السلع الغذائية والمنتجات مخفضة الأسعار اللي بتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، وهيستمر لحد نهاية السنة دي. المعرض ده بيستهدف المساهمة في استقرار الأسعار وتقديم السلع الأساسية والفواكه والخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة وبتخفيضات تتراوح من 10% لـ30%. في الأقصر نفذ مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة في المحافظة فعاليات التصفيات التمهيدية بمسابقة إبداع قادرون، وقال مدير مديرية الشباب والرياضة في الأقصر إن المسابقة دي بتعتبر أقوى مسابقة فنية وثقافية لذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية. في الغربية نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حملة أنت أقوى من المخدرات داخل 54 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده من خلال حملات طرق الأبواب اللي استهدفت توعية 437,000 مواطن، وتم تحويل 450 مريض للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن.